اتصال سيد بلحية. قلبي الحدث السياسي في سياق مساعي بناء الجزائر الجديدة، حتى ما علينا إيجاد فضاء إعلامي يمكن أو يمكن المواطن من اطلاع على ما يدور في قبة البرلمان وما يقوم به ممثل الشعب الذين انتخبوا من أجل إسماع صوت المواطن. هذه الشفافية ستكون مجسدة في قناة تلفزيونية برلمانية سترى النور في القريب العاجل تحديداً، وقبل أزيد من سنة بتاريخ 23 فبراير 2021، وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الحكومة بفتح ورشة لإطلاق قناة برلمانية، وكلف وزارة الاتصال بتنفيذ المشروع. إن مشروع إنشاء هذه القناة يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لتكريس الحق في المعلومة وترقية أداء وسائل الاتصال بتجسيد الالتزامات 54 لبرنامجه الرئاسي. ومن هنا فإن إنشاء مشروع هذه القناة شكل محور الورشة الخامسة من مخطط عمل وزارة الاتصال، والتي جاءت بعنوان من أجل اتصال مؤسسات متكامل وهياكل رصد إعلامي فعال، يهدف إلى التنسيق والتكامل اللازمين بين الوزارة والبرلمان. السيد رئيس مجلس الأمة، السيدات والسادة الحضور، إن استحداث أول قناة برلمانية في الجزائر يعد في حد ذاته إنجازاً إعلامياً هاماً، وإضافة كمية ونوعية للمشهد الإعلامي في بلادنا، وهو يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وتنويع عملية الاتصال بشفافية ومصداقية بين المواطنين ومختلف المؤسسات العمومية التي من بينها المؤسسة التشريعية. لقد تم تحضير الأرضية التقنية للمشروع من قبل المؤسسة العمومية للتلفزيون، والتي تتضمن تصوراً شاملاً للقناة البرلمانية بجوانبه المالية، الفنية، البشرية والتقنية. كما تم إعداد مشروع اتفاقية إطار ثلاثية الأطراف تعرف بالقناة وتحدد آليات التعاون والتعامل بين وزارة الاتصال والبرلمان بغرفتيه. إلا أن إطلاق هذه القناة تأخر لأسباب موضوعية يعلمها الجميع، سيما بعد صدور قرار السيد رئيس بحل المجلس الشعبي الوطني. أمام هذا الوضع وفي ظل حالة الشغور التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني، سيتم تأسيس القناة من خلال مرسوم تنفيذي وفقاً لما حدده التشريع الجزائري الخاص بهذا المجال والإطار القانوني والتنظيمي لإنشاء أي قناة تلفزيونية. إن إطلاق القناة البرلمانية التي أمر بها رئيس الجمهورية ستعزز دور الإعلام المؤسساتي في بلادنا، وتساهم في تنشيط الحياة البرلمانية عن طريق تقريب المؤسسة التشريعية من الجزائريين داخل الوطن وخارجه، وإفادتهم بالمعلومة البرلمانية الصحيحة من خلال الاطلاع على مختلف شؤون ونشاطات المجلس، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن تشريعات نشجوان المقبل. كما أن هذه القناة البرلمانية وبمجرد إطلاقها ستشكل منصة إعلامية هادفة تسعى لترقية الممارسة الديمقراطية والفعل السياسي، وستكون أداة تفاعلية ناجعة لترسيخ ثقافة المواطنة والحس المدني بين البرلمان وباقي الشركاء من مؤسسات دستورية وهيئات سياسية وعلمية ومجالس اجتماعية واقتصادية وثقافية. سيداتي سادتي، إن تسريق الكفاءات المؤهلة
لإدارة وتنشيط القناة البرلمانية ورقمنتها ستكون عاملاً لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسة. نكتفي بهذا القدر متابعينا الكرام لكلمة وزير الاتصال عمار بالحمار حول إطلاق قناة البرلمانية. ننتقل